مروان ومروان مروان زين. لا انا بغيت نسول كما قالك انت شنو هو السكري ديال الحب ديال جمهور الرازه اللي كنت هي ما نكذب عليك راه جاوي مريض. شباب مرحبا بكم معايا فيديو جديد او فلوج جديد بعد غياب اكثر من 8 شهور على الميادين. وبطبيعه الحال كتعرفوا السبب علاش اغلاق الملاعب وصعوبات الولوج للملاعب اخرى اللي هي صغيره بحال ديال برشيد. على اين تحياتي اخويا دي مراجا الشباب حاضرين كما العاده. ما قلت لكم الشباب صعب علينا اننا نتبعوا الماتشات كاملين. بطبيعه الحال اللقاء الختامي ديال البطوله ما غاديش نزقلوه، درنا اكثر من مجهدنا باش اننا نكونوا حاضرين. صراحه كانت النيه ديالي انني نجي ولكن ما كنتش كنتوفر على تذكره. في اخر لحظه الحمد لله عيطوا الناس اصدقائنا الرجاويين قالوا لنا جي يا مروان التيكي ديالك كيتسناك موراه خدينا التران. في اخر لحظه الناس اللي متبعين في انستغرام اش كنقول لكم دخلوا دائما انستغرام حيت كيفوتكم فيه بزاف ديال الجديد وبزاف ديال المستجدات. كما قلت لكم شدينا التران وصلنا للوجده في ظروف جيده، التران بصح كان عامر ولكن الحمد لله. على كل حال في الدخله ديال التيران كاين واحد التنظيم كاتاستروفيك كارثي. هو بصراحه كنت باغي نبدا هذا الفلوغ هذا بواحد الايجابيه بحكم انه لقاء ختامي ديال البطوله الوطنيه يكون فيه بزاف ديال التفاؤل وفي الاخير ان شاء الله نختتموه بالبطوله. ولكن هذا المنظر هذا اللي كنشوفه قدامي هذا ما يمكنش ليا انني نطفي فيه الكاميرا وندير راسي بحال ما شفتوش حيت لا يليق بلقاء ختامي من البطوله الوطنيه. تنظيم كارثي بكل ما تحمله كما تسمى المعنى. اكثر من ساعتين ولا ثلاثه السوايع والجمهور هنايا واقف ما لاقيش الحل باش يدخل التيران. الساعه تشير الساعه الرابعه زوالا. هذا الجمهور تقريبا هنايا من 12 النهار هو واقف هنايا. يلا لقاو دابا تقريبا يلا لقاو الحل وعاودوا التنظيم ديال الصفوف الاماميه. الحمد لله الجماهير كتحاول تدخل في انسيابيه وهذا الشيء اللي بغينا. كنتمنوا الامور كلها تدوز مزيانه ونختموها كذلك باهم حاجه في اليوم هي انها ان شاء الله البطوله تكون لينا ان شاء الله يا ربي. اي سي ا شامبيوني ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي. اي سي ا شامبيوني ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي. اي سي ا شامبيوني الله يا ربي ان شاء الله يا ربي. كل منادي ان شاء الله ان اليوم نختتم هذا المساء بالتتويج بلقب البطوله الوطنيه. واخيرا وبعد طول انتظار الحمد لله قدرنا ندخلوا. هذه اهم حاجه ما عرفتش نلقاو الاماكن ديالنا والمقاعد ديالنا ولكن اهم حاجه اننا دخلنا هذا هو المهم. نلتقي بعد قليل. خوي شوف شكون تلاقيت معايا اليوم مايسترو هشام خاتير. بارك الله فيك خويا هشام. الله يكبر فيك. الله يكبر فيك. الله يكبر فيك. الله يكبر فيك. سير 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 ألف مرحبا بوجدة. ألف مرحبا. الله يكبر فيك. الفنان ديالنا هشام خاتير غني على كل تعريف. هذا ما نطلق واحد الديسك ديالو دابا دابا دابا. امين يا ربي امين. هشام خاتير ابن مدينه وجده بطبيعه الحال انه كيشجع وجده ولكن راه كاين واحد الروح رياضيه كبيره بيناتنا. هو راه تبارك الله راه مايسترو غني عن التعريف. هاد الديسك اللي تسمعوا دابا راه ديال هو نفايد. خويا مروان السلام عليكم. خويا مروان تحياتي. ديما رجا من سلا من سلا من سلا جاي خويا مروان. ديما رجا ديما رجا ديما رجا ديما رجا ديما رجا
الادب اخويا بلا ما نهضروا على الظروف المناخيه والصاد داكشي كامل داكشي خليه دو كوتي راه الظروف تنظيميه حاضر معنا ان شاء الله ديوها مجموعين مرحبا شارم واحد الحاجه قلبك زوين الله يمن كذب عليك راه جاوي مريض الله يحفظك ليا العشره الله يحفظك ليا بطوله رجاويه تحت الصفر تحيه لايطاليا خويا مروان هذيك غاليا خويا بطوله رجاويه بطوله تحيه ل 50 واحد عشيري كاملين ان شاء الله غديو البطوله مزيان ما طانش عندك النتيجه هذا المعنى جهد زيرو مربوح ان شاء الله تغفيت البطولة زعما ما لقيتش ولا الماء ديما راجع اخويا ديما راجع الكاميرا كتصور الكاميرا شي ليا باش غادي نجاوبو جاوب شي ستوري عالم كامل وما جاوبتيش لا راه هذاك راه بحال داتو جواب ياك ودابا هذا هو اللي قال لي نعطيك ورقتي وسير انت وصل لنا لوبيونس والاجواء من المدرجات قلت لي انا دابا هذا باش تجاوبو هذا بحال داتو راه جواب واخا سيدي المهم قلت لك على قبل الدراري 20 كاينين في الغربه وداك الشيء كيبغيو يعيشوا الاجواء وداك الشيء الله يحفظك اولي هذه القلب الكبير القلب الكبير راه باين اخويا الواحد يبغي يعطيك ورقته ويقول لك سير اخويا بلاصتي وصل الاجواء الناس اخرين هذا بحال داتو راه جست كبير اليوم راه جاوي اليوم بطولات هذه شوف لا نقاش فيها لا نقاش فيها ديما راجع لا نقاش فيها مربوحه ان شاء الله اش بغيت يعطيك ورقه اي راه جاوي من الكبار انا راه شرح لك دابا قال لك حابوا 20 وبغاو يعيشوا الاجواء فهمتي دوك هو حسبها قال 15 رجاوي احسن من رجاوي فهمتي كاينه اه رجاوي ماتيماتيسيان بطوله اه بطوله رجاوي وتحيه ولاد برنوس دابا البطوله رجاوي حنا عرفناها باينه تحيه لولاد برنوس برنوس اه باتريز تحيه لولاد صديق عرب خويا رايده حسين
ديالي سمير بن الزراويه. هادشي هذاك هو مدخلني شي مروان تيلا ديري 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 اش كنهضر عليه. انا كنت وجدنا كرام الزهره ماضي اخويا طلع ماضي ويبيع لي قرعه ديال الماء كنزعف عليه فابور. امين 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 حسان عناي برق تحياتي في مراجع ونجيب الدرع الذهبي ان شاء الله مربوحه في مراجع 30 دوره
جزاك الله خير. مازال 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 كبير ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا رب. دابا ان شاء الله واحد على بيلانتي ديالنا ديالنا ما ديناش ما ديناش ما كانتوش ديال عباد الله انت حلال الله حلال خويا الحلال هادشي اللي كاين اخويا الرجا واعره
خدنا وحنا بغينا داو داو والله ما خدنا. سالينا 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 البطولة في الحقيقة انتظرناها شحال هادي، ولكن الحمد لله أحسن ديما راجا ديما راجا، ولكن أحسن بطولة لأن فيها 30 انتصار راه شي حاجة كبيرة بالنسبة لنا. كنشكروا جميع اللاعبين، نشكروا جميع اللاعبين والطاقم التقني والجمهور ديالنا. هنيئا 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 للجميع. شكرا مروان. واش عقلتي عليه ولا ما عقلتيش عليه؟ كنا طلقنا في خطر. مبروك علينا حتىك. مبروك علينا خويا. لقب الاول في لقب الاول لقب الاول ديالنا في التاريخ. وانا يوتيوبر حتى انا الحمد لله خديت ارقام بزاف، ولكن هذا اول لقب وانا صانع محتوى رجاوي. ديريكسيون اكادير وغير بشويه وغير بشويه وغير غير بشويه فاموس ديما راجا ديما راجا. سهلوا هاد العام البطوله الفريق الوحيد اللي ما خسرش شي ماتش. مبروك على كاع الساده ديما راجا. واخا تقيس الراجا 100 عام 100 عام عمرنا ما غيوصل داكشي اللي وصل فيه الراجا. محسن خويا غادي بخاطرك خويا 13 بطوله بعدا وديما راجا. ديما راجا مبروك علينا البطوله. الرجاوي ديالنا مقيم مدينة وجدة. فرحة كبيرة فرحة كبيرة بالرجاء. أنا خذ حمال اللي كان مع الرجاء في يوميه. تبارك الله. مرحبا. كنموتوا على الرجاء وكنبغيو الرجاء. فرحنا بزاف. الحمد لله. وزور ليك السناب. الله يكثر فيك. شكرا جزيلا. شكرا. وهو عبرة هو. مبروك علينا مبروك علينا الصراط. مبروك علينا. كي داير اخويا؟ نهار هو تلتحت نهار فينا البوط. ولقينا لنا شي خطرات دابا شوف. عطينا راه كانت باينة. بغيتي تجيو علاش جيتو؟ المهم بنادم غير شي ناشط لكن اللي مانع الشاصه سعود ديال السواع ديال الروتور وكنا كنفكروا فيها. البارح البارح جينا مع 5 الصباح والله لقينا الجراد باقي كيدور ما كاينش النعاس والله ما كينعس بنادم. الحمد لله الجراد راه عالم راه يتاهل. خذ خذ الكلمه انا معاك. واخا الكلمه انا مشاهدينا الكرام مبروك علينا. مبروك لكاع الجراد. وما تنساوش ديروا ابوني وجيم ولي كومونتير. هذه ما حد حنايا ها واحد قال لك انا وداد. انا ودادي ديما وداد. ديما وداد ديما حمراء. وكنت باغي الوداد تربح مع تيطوان. كنت باغي المولوديه تربح. مي ما كاينش معليش سي دوما. ما تنساش كلمه كلمه فرافور اليوم. اليوم شنو اليوم راه اليوم مبروك على ربحنا ماتش. مبروك على الرجاء. مبروك على الرجاء. عاود ما سمعتش مزيان. مبروك على الرجاء. شكرا. قدم لهم التحيه ومبروك عليهم الرباط البطوله وفرحونا بكاس العرش ان شاء الله. الله يحفظك تبارك الله عليك. كيف جاك هذا الباركور هذا ديال الرجاء هذا العام؟ الحمد لله باركور بامتياز. دز البطولة من غير حتى هزيمة مش سهل. بطولة المغرب بطولة قوية. تقدرش تنبوزي فيها بالريتم هذا وتتوج باللقب بدون هزيمة. الحمد لله وفقنا ربي. إن شاء الله كما قلت أنا أول أول أنا أول ما جيت يرحم لك الوالدين. الله يجعل الله يرحم الله يخليك. أنا أول ما جيت للرجاء درت انترفيو قلت جمهور الرجاء ما عيش كان في الألقاب. فعلا هذا الوعد الاولاني درنا اللقب الاولاني وان شاء الله اللقب الثاني بحول الله. كما ديت لقب الكاس العرب وكاس افريقيا في المرحله الاولى ان شاء الله المره هذه زوز القاب زاد البطوله والكاس ان شاء الله. انا بغيت نسول من نظرك انت شنو هو السكري ديال الحب ديال الجمهور ديال الرجاء اللي كنت هي كشخص؟ والله ما نجمش انا نقول لك شنو هو السر. انا ما عليا كان نقول لك انا مثلا نقدر نقول لك انا كنظن ان كيحسوا بك من كتبغي فريمون الفرقه من القلب ديالك. انا ما عرفتش بالضبط واش هذا الشيء جاي من هيستوريك من شحال هذه انت كتحب الفريق ديال الرجاء ولا تبنات هذه الفكره هذه وهذا الحب تبنى وانت هي مع الفرقه ديالنا هنا. والله الحقيقه انا كمعد بدني محترف اول حاجه نحب شغلي. اذا كان نحب شغلي باش نكون متميز فيه. واكيد جمهور الرجاء جمهور ذواق ويعرف اكيد تعداو عليه بزاف الاطر الفنيه ويعرف اللي عمر بن نونيس يؤدي في واجبه ويحاول اقصى ما عنده كون الفرقه تكون ناجحه. علاش الفرقه تكون ناجحه؟ باش الجمهور يكون فرحان. اكيد الاحساس هذا يوصل للجمهور. واكيد زاد جمهور الرجاء يتعيش في وسطه وتعيش معاه وتشوف
لي كومونتير ديالو في السوشيال ميديا ولا يعرضك في كازا ولا في اي مكان في المغرب، تحس الفرحه هذه وتحس الشعور هذا يخليك يعطيك دافع اكثر باش تكون متميز مع الرجاء البيضاء. وسبحان الله بالتجربه كاع لي بروفي اللي جاو من تونس الحمد لله كلهم نجحوا مع التجربه ديال الرجاء. الجمهور كيحبوا حب كبير، منهم الشابي منهم عادل الشاد اللي كلاعب خلاو بسمة ديالو الحمد لله هنايا، وانت انت كدير ان شاء الله ان شاء الله. كنشكرك جزيل الشكر. شكرا. مبروك مره اخرى ان شاء الله، وميعادنا ان شاء الله في كاس العرش. ديما رجاء. وديما رجاء. نحاولوا ناخذوا التصريحات ديال اللعابه من هنايا على حساب الظروف اللي توفرت لينا، حيت الاغلبيه مشغولين وكاين اللي مبرزه الكوتش. فيستاسيون فيستاسيون. ثانك يو فيري ماتش. ثانك يو ثانك يو. هاو ذا ماتش؟ صا بيان بيان. سي ديفيسيل لا سيزون، يافي دي هو دي با، مي سيتي بيان. سيتي بيان. واي. Prenons les choses après l'autre, profitons de la victoire ce soir et on se concentre sur la suite. Ok, ok, ça marche, profitez, merci. Bon courage, merci beaucoup. جدايا معايا مروان ومروان، مروان زيلا الف مبروك اخويا، فيليستاسيون اخويا البطوله. الله يبارك فيك. تستاهلوا تستاهلوا هذه الفرحه، قاتلنا حتى الاخر الحمد لله شكرا لله. الحمد لله نديو لهم هذا اللقاء. الحمد لله بطوله عن جد استحقاق بالعلامه الكامله لاول مره في تاريخ ديال البطوله، غادي نديو لقب البطوله الوطنيه بدون هزيمه. الحمد لله كل شيء كان، ورجال كاع الدراري لا اللي كيلعب لا ما كيلعبش، كنا قلب واحد. ملي كتكون النيه مزيانه ربي كييسر في اي حاجه. الحمد لله. والكلمه الاولى والاخر هي الحمد لله، ومبروك علينا وديماراج. شباب ها كنكون وصلنا النيه البوكادا، كان بلوك رائع. مروان تحياتي. خويا ديماراج. الله يحفظك ديماراج. هكذا كما قلت لكم غادي نكون وصلنا النهايه ديال هذا البلوك هذا، وكان بلوك رائع. خاتمه البلوكات ديال هذا العام هذا، والحمد لله توجنا باللقب، توجنا بالدرع ديال البطوله، في انتظار انني كذلك نتوج بدرع ديال اليوتيوب ان شاء الله. كنتمنى منكم انكم تبارطاجيو هذه الحلقه هذه، وتكومونتيوها وتلايكيوها وتابوناو، باش ان شاء الله نوصلوا 100,000 مشارك ان شاء الله عما قريب، باش كومسا نقدروا نحصلوا ان شاء الله على الدرع الفضي. نقول لكم تهلاو فراسكم ان شاء الله، وما غاديش نغبر عليكم حيت نتلاقاو ان شاء الله في محتوى صيفي، وغادي نتلاقاو ان شاء الله في الماتش الجاي ديالكم دي ترون. تهلاو فراسكم، نتلاقاو في الفيديو الجاي. باي.
Yeah.